مجتمع الإلهام، أهلا وسهلا فيكم. اسمي هشام برو وأنا مؤمن أنه مع بعض ممكن نوجد عالم ومجتمع فيه الكل عنده القدرة والدعم اللي بيحتاجه ليحقق أي شيء بيطمح له، والكل فيه بحس بالتقدير وما في خوف تجاه المستقبل. ومن خلاله نتعلم أكثر عن الريادة، التنمية وتطوير الذات. ممكن مع بعض أنه نعمل مجتمع الإلهام هو هذا المجتمع. لهذا السبب كل شيء ممكن نشاركك فيه من مقالات، لقاءات، منتجات، تدريبات وغيره مكرس ليقربنا أكثر من بعض ويساعدنا نكون مجتمع إلهام حقيقي. مقال اليوم بعنوان حدا شايف فيلم The Truman Show لجيم كاري؟ وانت عم تستمع للمقال اختار شو اكتر شي عجبك وحسيت انه فيه فائدة، وبدي يطلب منك انك تكتبه تحت بتعليق، وهيك اولا بتساعد بقية الاشخاص اللي معنا هون لينتبهوا اكتر لهذا الشي ونتناقش كلنا فيه، وثانيا لما بنكتب الامور اللي عم نتعلمها هذا الشي بيزيد من فرص انه نضل ببالنا وقت اطول وانه فعلا نطبقه ونستفيد منه بحياتنا. وهلا استمتع بالمقال. فيلم The Truman Show لجيم كاري. انا كنت مفكر انه فيلم كوميدي او دراما، طلع فيلم رعب، واللي مو شايف الفيلم لا يكمل المقال لانه فيه كتير حرق للاحداث. قصة الفيلم عن شخص اسمه ترومان. من اللحظة اللي انولد فيها تبنته شركة مونتاج سينمائية وحطوه بمدينة ضخمة عبارة عن استوديو، لكن هاي المدينة فيها كل شيء ممكن يكون موجود بمدينة حقيقية، محلات وبيوت وناس وشركات ومباني وحتى شمس وقمر وبحر. طبعا كله مزيف، وكل سكان الارض بيعرفوا انه مزيف الا شخص واحد اللي هو ترومان، اللي مفكر حاله عم يعيش حياة طبيعية، لكن هو بالحقيقة بطل برنامج تلفزيوني عم يتم عرضه للكرة الارضية كلها 24 ساعة باليوم 7 ايام بالاسبوع، والكل عم يشوف ترومان وكيف عم يعيش حياته. المرعب بالموضوع انه ترومان كان مسيطر على حياته بكل معنى الكلمة، وكانت حياته عبارة عن نص او سيناريو بيتحكم فيه الاخرين. كل شيء بحياته كان مفروض عليه، صديقه المقرب، دراسته، وظيفته، بيته، اكله وشربه، حتى زوجته. وبيضل على هذا الوضع 30 سنة حتى يبلش ينتبه انه في امور غريبة عم تصير حواليه، وبيقرر بيوم من الايام انه بده يطلع من هاي المدينة ويروح يشوف العالم ويعيش مغامرة حقيقية. هون الرعب الحقيقي ببلش. حتى يخلوه ضمن المدينة بيعملوا المستحيل، مثلا بيروح على شركة طيران بيلاقي صور لطيارات متحطنة عليها جملة هذا الشيء رح يصير معك إذا سافرت، وبالتالي بيخلوه يخاف من السفر ومشان ما يقرب من البحر. ويكتشف إنه هاي المدينة هي بالحقيقة استوديو ضخم، من لما بيكون صغير بيخلقوا جواته خوف من المي، من خلال إنه يكون مع والده المزيف بقارب، وفجأة بيصير عاصفة وبيغرق الأب، وهيك بيتم برمجة ترومان كل حياته إنه يكون مرعوب من المي. ونتيجة عدة أحداث ومواقف بتصير بيتخذ ترومان القرار اللي ما فيه رجعة، وبيقول أنا بدي أطلع من هذا المكان وما في شيء رح يوقفني. وبهاي اللحظة لما بيشوف المخرج أنه ترومان فعلا جدي بهذا الموضوع، بيصير بيحط أمور بطريقه تمنعه من أنه يسافر. بيبعث له صديقه المقرب يلعب عاله، ولما صديق المقرب ما بيقدر بيبعث له أمه، وبعد مرته فجأة بتصير حامل، بوظيفته بيصير عنده شغل أكتر ومهام أكتر، شركة الطيران ما بضل فيها رحلات، ولما كل هذا ما بينجح وبيضل مصمم أنه يطلع، أبوه اللي غرق ومات من 22 سنة بيرجع للحياة بطريقة غامضة. وفعلا هذا الشيء بيخليه ينسى هدفه وإصراره. بعد فترة بيرجع هذا الهدف يشتغل جواته وبيقرر أنه يهرب، لكن الطريق الوحيد اللي ممكن يهرب من خلاله هو البحر، المكان الأكثر رعب بالنسبة له وأصعب طريق ممكن يتخذه، وبنفس الوقت المكان الوحيد اللي الكل ما كان متوقعين أنه ترومان يقرب عليه. وفعلا بيسرق قارب وبيهرب فيه. هون المخرج ببلش يعمل روح قوية وعواصف ليخوف ترومان ويخليه يرجع. بيضل ترومان مصمم، وبيضل المخرج يرفع من شدة العاصفة لدرجة بيقرب القارب وبيبلش ترومان يغرق، وبصعوبة بيرجع يطلع فوق القارب. وهون بتكون اللحظة الحاسمة بحياة ترومان. بيوقف وبيطلع لفوق وبيصرخ بدون ما يعرف انه في حدا عم يتحكم بكل شيء، وبيقول انا مكمل طريقي، اذا بدك توقفني اقتلني، غير هيك انا مكمل. هون العاصفة بتوقف والامواج بتهدأ وبتطلع الشمس، وبيوصل ترومان لنهاية الاستوديو وبيطلع منه للعالم لاول مرة. الفيلم كان جدا رائع لسببين. الأول أنه يفرجينا قد إيه أحيانا نترك لغيرنا السيطرة على حياتنا وقراراتنا، سواء الأهل أو الأصدقاء أو أي حدا. والجزء المرعب بالنسبة لي كان أنه نشوف إنسان مسيطر عليه لهي الدرجة، كل حياته كانت عبارة عن اختيارات وقرارات حدا غيره. السبب الثاني وهذا اللي بيصير معنا بالواقع، لما بنقرر أنه بدنا نعمل شيء وخلص قرار جدي وما فيه رجعة، الحياة رح تختبرك ورح تختبر مدى جديتك وإصرارك. بس باللحظة اللي بتقول فيها خلاص أنا رح أعمل هذا الشيء وما في شيء ممكن يوقفني، هون الحياة رح تبلش تزيد أمور بطريقك، سواء دراسة أو شغل أو صديق أو شخص مقرب أو مرض أو أحداث إلى آخره، ورح تزيد بطريقك أكبر مخاوفك وتذكرك بتجارب فشلك الماضي، أي شيء، المهم توقف لك طريقك. وهون أنت رح يكون مطلوب منك تثبت متى جديتك وتكمل طريقك وما توقف. وبس لما توصل لمرحلة أنا مكمل طريقي، إذا بدك توقفني اقتلني، غير هيك أنا مكمل، هون الحياة ممكن تفتح لك بوابة وتتركك تمشي بطريقك وتوصل لهدفك. وكتير مهم نتذكر هذا الشيء ونخليه ببالنا دائما. بالمدرسة تعودنا انه ناخذ الدرس اول شيء وبعدها بنخضع للامتحان. بالحياة الامر معكوس، اول شيء بنخضع للامتحان وبعدها بنتعلم الدرس. بالتوفيق للجميع. مجتمع الهام، شكرا كتير لانكم خصصتوا الوقت للاستماع للمقال.
اكيد حاب اعرف شو اكثر شيء عجبك لقيت فيه فائده وليش، واذا كتبته بتعليق هون رح تلاقيني معك وعم شاركك بالنقاش. بدي اطلب منك كمان تعمل سبسكرايب او اشتراك بالقناه اذا بدك دائما نستمر بتقديم مقالات صوتيه مثل اللي سمعته، بيضل دائما عم يصلك كل شيء جديد على قناتنا. بالنهايه بتمنى تكونوا فعلا استمتعتوا بالمقال وحصلتوا منه على فائده. بالتوفيق للجميع.